اختير في البداية نبدأ كلامي بروح تفاؤلية معتمد فيها بعد الله تبارك وتعالى على نسبة الوفيات عند الفيروس، على أنها تتراوح بين 2% إلى 4% 7% حسب حالة الوقج. إذا أكثر من 90% من الناس بفضل الله تعالى تتماثل للشفاء. معتمد فيها أيضا على الإجراءات اللي أبارك معها، واللي حتى الساعة الحمد لله ماشية في الاتجاه الصحيح. هذه الطمأنينة وهذا الفعل الحسن ما يمنعني من أعيد وأكرر على شرط الناس تنقص هذه الحالات، وتنقص حالات الوفيات المحتملة، وتنقص حالات الإصابات المحتملة. عن شرطها هو تحلي بياسر من المسؤولية، تحلي بياسر من الصرامة في مواجهة هذا الوباء اللي طالبين الله تبارك وتعالى يبعده عنا وأنه يوقف عنا شره. إذن تفاؤل لا يتنافى مع الصرامة، بل العكس، الصرامة يا الله تعود واجب، صرامة واجب في اتجاهنا. ذا بانيه على معطيات اللي عندنا عن هذا الفيروس. لاهي نديركم في الصورة، إياك تضاح لكم حقيقة هذا الفيروس وطبيعة انتشاره. هذا الفيروس فات حتى الآن حسب الإحصائيات اليوم هذا وصل لأكثر من 204,000 حالة إصابة في العالم. الصين هي اللي فيها العدد الأكثر من 81,000. إيطاليا لحقت شيء 30,000، يعني 32,000. تالبتها بعض الدول الأخرى كيف كوريا وكيف إسبانيا وكيف فرنسا وهكذا. بدأ يقرب من إفريقيا، فهم حالات في الدول المجاورة لنا، كيف تفهم حالات في المغرب لحقت قريب من 50، لحقت السنغال، بعض الدول المجاورة بدأ يصيبها، الجزائر اللي زرنا فيها زاد هي بعض الحالات. هذا كوضعية انتشار عالمية بدأت تخلق. المهدد بها أساسا هو الناس اللي في سن معينة، معناها ابتداء من 70 سنة 80 سنة، هذه أكثر تهديد من الناس الأخرى. يقال في النهاية جميع الأعمار فيها حالات الإصابة، خاطئ الأطفال اللي تحت 10 سنوات اللي نسبة الخطورة عندهم من فضل الله تعالى شعاطيرهم ولانا حتى الساعة معدومة. يقال هذا نختار نبني عليه شيء آخر، عم ما يقول حد عن الأطفال نسبة الخطورة عندهم معدومة وينسى لأنهم ناقل جيد للفيروس، معناها أن الأطفال ينقلوا الفيروسات، قد يعود هو ما تضرهم. يقال صوروا عن إيشير رفد الفيروس فيدي والله قبل وقع هو منه، يقال درجة منه ما هي خطيرة، إلى يدخل على رقاج كبير ينقلوا له تلقائيا. نختار نقول عني حتى الساعة ما فت أعطيتكم الصورة بشكل واضح. نسبة 80% من الناس اللي تتعرض للفيروس إصاباتها إصابة طفيفة، معناها يقبلها حمى، يقبلها مرة كحة يابسة، ما فهم فرق كبير. شي من الناس بطريقة متكلفة يروق يقارن بينه وإنفلونزا، حق على أنه قليل فيه انسداد الأنف يقير ملعين يجبر فيه. الأعراض الرئيسية فيه هي الحمى المتينة اللي زايدة على 38، هي صعوبة في التنفس، عيادة تجي متأخرة، عيادة تجي لا والله 7 أيام والله 8، هي سعال يابس كحة يابسة. إذن نسبة 81% من الناس تخلق عند هذه الأعراض اللي طفيفة وتبرأ. غير هذه الناس اللي برات نختاركم تفهموا على أنها ناقلة جيد للفيروس، معناها هي نفسها برات نظرا لشعطالها مولانا من قدرتها المناعية، يقير في نفس الوقت تنقل الإصابة شور أرواقج الأخرين اللي أكثر عرضة. كم يبقى عندنا؟ تبقى عندنا 19%. 19% فيها 5 دائما تعود إصاباتها خطيرة، 5% إصاباتها خطيرة تحتاج العناية مركزة حقيقية. بقيتها 15% ولا 14%، ذيك 14% تحتاج زاد هي الرعاية الصحية، تحتاج الرعاية الصحية، يعني ما تحتاج الأكسجين، مهم معنا تحتاج الرعاية في المستشفيات. إذا من هذا تضاح لكم الصورة الحقيقية، تضاح لكم على فم 81% تخلق لها إصابات طفيفة يقر تنقل الفيروس، فم 15% تحتاج الرعاية الصحية، تعنتر نقل المستشفيات، تحتاج الأكسجين، وعيادة تحتاج الإنعاش متين،
وفهم قاع 5% تحتاج العناية المركزة الحقيقية. ذا شي نفهم منه؟ هذا ينفهم منه على أنه ما نتم نتناوله بطريقة بسيطة وبلا مبالاة، ما نتم نقوله هو يكتر لا 4% يكتر لا 7%، هو انتشاره سريع في حالة مدة ما عاد صارمة معاه وفي حالة مدة ما عاد مسؤولة. جميع الدول حالا رغم قوة أنظمة الصحية لبعضها مخلعة منه، بين التحدي الكبير عند الأنظمة الصحية جميع الخالق لها من القوة هو على أن تخلق حالات انتشار شديدة وسريعة، ويخلق ضغط متين على المستشفيات وعلى الأسرة اللي في الحالات الإنعاش، وتعجز الأجهزة الصحية عن مواكبة تلك الحالات. حتى لهم للأسف الشديد عادوا في بعض الدول حالا المتقدمة متان الضغط على المستشفيات، وعادوا يخطروا الناس اللي لاهي يديروها في امتلاك الحالات المستعجلة الإنعاش، والناس اللي ما يقدروا يديروها. مثلا يجيه مرقاج عنده 90 سنة يقولوا هذا اسمه ميت ميت، لا نخلوه يموت، لا نخلو البلاصة لرقاج أصغر منه أكثر قدرة على أنه يبرع. الغرض من ذا كان نقول لكم ما هو على أنه ما نختار عود مدعاة للقلق الشديد ولا مدعاة للهلع. يقر إياك تعرفوا العدو، تعرفوا على حقيقته، وإياك نتحلاو بالمسؤولية والانضباط من أجل الحد من إمكانية انتشاره. شن هي سبل الوقاية منه؟ وشن هي أنجع الوسائل اللي نقدو نعدلو إياك نجنبو سرعة انتشاره، وإياك نجنبو ما اللي على إنه جينا منه كمية ما نقادين نسيطر عليها، ما نقادين نسيطر عليها. الوقاية تبدأ بغسل الأيدين، هي أهم شيء في الوقاية غسل الأيدين. وغسل الأيدين نختار نوضح فيه مسألة الناس ما هي واضحة لها، على إن ما يكفي عن حد يغسل يديه بالصابون والله معقم يقول لك أنا غسلت يدي وقيم ماشي. هو إلين تغسل يديك وتقبل تلفونك وراها، والله تغسل يديك وتمس الحيط وراها، والله تغسل يديك وتمس أي مسألة من الوسط اللي ربما يعود محتمل على الفيروس يعود متواجد عليه وترقبها لفمك، أنت حملت الفيروس بكلي. بعد غسلك الأيديك أنت ربما تعود لمسته على واحد من الأسطح اللي تكلمنا عنه. العبارة الصحيحة اللي الله تنقال في أخبار غسل الأيدين هو على أن ما يلا حد يرقب أيده لوجهه، ما يلا حد يرقب أيده لفمه والله خنافره والله عينه، ما هو عاقب مباشرة يغسلها مباشرة. معناها قبل ما ترقب يدك يسوى لك 5 دقائق صاق لأيديك تمس لباسك، والله تمس أي مسألة يلا، وتجي لي ترقب يدك لفمك تتفقد أنك يلا تغسل يدك تغسل يدك، والله تم اللي كارد يديك ما تمس بهم ما ترقبهم لوجهك. يعني يضاحركم من هاي المسألة زادية عن غسل الأيدين عن أهون قولانه من تطبيقه. هي الحقيقة على أن حد يالله يعتن على أيديه، يعتن على أيديه، وإذا عاد لا بد يرقبهم شور وجهه لأنه يالله يعود عاقبه ويغسلهم. هذه هي المسألة الأولى في الوقاية ويأمها. المسألة الثانية في الوقاية وهي يقولها القاعدة الذهبية عنك تعتبر عن أي رقاج بزرك تعتبره أنه مصاب، على أنك ما تكفر من القرب من الرواقيش. واضح؟ ويتأكد ذاك على أنه لين يعود يكح والله يعطس، وفي حالتك أنت هو اللي تكح والله تعطس يلا تلقائيا تدير الكمامات. حد يعطس والله حد يكح يلا مباشرة يدير الكمامات، وإلى عاد ما عنده كمام يلا يقبل كلينكس وديره على وجهه، والله يلا يدير أيده بالحال مرهقه ويكح فيه. والأحسن له أنه يتجنب الناس، لا ضرر ولا ضرار. يا جماعة ما من المسؤولية على النرقاج يعود يكح والله يعطس، يسوى لا كحة عادية يسوى لا يعملها لا نازلة، هو من ترك الحزمة ذل ما يلا حد يعود يكح والله يعطس عنده حمى، ما أحمى الناس من رأسه، لا ضرر ولا ضرار. فما مسألة أخرى في أخبار الكمامات، عن الكمامات شاع في البداية على أن فم نوعية خاصة من الكمامات هي ريال الناس تعود ترتدى. يقر عقبة الأبحاث أثبتت عن الكمام العادي الكمام الجراحي ينقلوا هاي ينقلوا الكمام الجراحي على أنه يكفى، على أنه 99% على أنه يحمي بنسبة 99%. رقاج فيه المرض يحمي الناس منه، معناها أنه يعود هو ما هو ناقل. يقر طبعا الكمام يلا من اللي ما يطول في ظرف 4 سوايع والله 6 سوايع يلا رقاج يزرقوا يزرقوا من اللي نقرب النفايات ويدير كمام آخر وهكذا. الوقاية الحقيقية
هي على أن رجاج يهنف بلو. هذه هي الوقاية الحقيقية بعد كامل من الإجراءات الوقائية اللي تكلمت عنها. ثبت اليوم عن الوقاية الحقيقية هو أن كل رجاج يهنف بلو، حتى كامل ما عنده مسألة ضرورية ملحة مستعجلة، كيف مسألة تتعلق بالصحة الحقيقية ملي، والله مسألة تتعلق بالتموين بالمواد الضرورية الضرورية لعيش ترقاش، والله مسألة تتعلق بالأمن، والله مسألة تتعلق بالصحافة، مهم منها رواية ضرورية ومستعجلة يلا يهنف بلو يتسع فيه. مسألة أخرى مهمة يلا الناس تعود فهمتها، يلا الناس تعود فهمة على السلطات الصحية والسلطات الأمنية من فضل الله تعالى متباركة حتى الساعة مع ياسر من الإجراءات الإيجابية من أجل الحد من انتقال هذا الفيروس، ومن أجل تعداد الفحوص، ومن أجل حجز الناس، ومن أجل وقايتها. لأن يا الله إحنا كمواطنين وكمدة مسؤولة يا الله نتجاوب معاها أقصى درجات الاستجابة، يا الله نفهمه عن السلطات الصحية والسلطات الأمنية هذه الإجراءات اللي تعدل عليها من أجل سلامتنا، ولأنها ما هي من أجل الحجر علينا، وأنها ما هي من أجل على أنها تثقل علينا، يلا نفهموا على أنها من مصلحتنا. أعتقد عن حرام على الناس على أنها تتساهل بالأمر، تساهل معاه يعبر عن ياسر من قلة المسؤولية وياسر من قلة فهمنا لطبيعة هذا الفيروس. من ترك الحزم ذل يا الله نعوده، بالإضافة على أننا متفائلين بالحسن وعلى أننا راجي من عند الله تبارك وتعالى على أنه يصرفه، وعلى أننا نتوقع إن شاء الله تعالى على أنها موجة عابرة وأنها الدور تعقب تتخطى. يقير ذي يا الله يعود شرطه إياك يخلق علينا نلتزمه بالإجراءات الصحية المناسبة، وعلينا كلنا يكرد بلو، وعلينا نعود صارمين وتعود ما فيه مجاملات. شي من الناس نشوفه يمد لك يده بالنسبة له المسألة ضحكة ذاك ما يتواسم. يا الله الناس تعود بكل مسؤولية وكل انضباط، تعرف عنها مسألة تتعلق بها الحياة وتتعلق بها الموت، وإلى عاد رقاش قاع هو من نفسه ما قدره في راسه وما هو خايف عليه الشيء اللي طبعا غير مسؤول، يلا يعود خايف على الآخرين، يلا يعود خايف على المجتمع، يلا يعود خايف على الناس اللي ضعاف المجتمع، يلا يعود خايف على رواقيش الكبار، يلا يعود خايف على الرضع، يلا يعود خايف على العليات اللي حمل، يلا يعود خايف على الناس اللي عندها أمراض مزمنة. إذن من المسؤولية ومن الواجب الديني ومن الواجب الأخلاقي على أن الرقاج يعود صارم في التعاطي مع إجراءات الوقاية، وعلى أن الرقاج يلا يعود يتجنب ياسر من الاتصالات اللي ما لا بد منها، وعلى أن الرقاج يهنف بلو هي أحسن إجراء من إجراءات الوقاية.